السلام عليكم. هذا الفيديو يخص مدينة أدرنة الحدودية بين تركيا واليونان. مدينة حلوة وتاريخية، إن شاء الله راح يعجبكم الفيديو. هسه احنا حاليا في مركز مدينة أدرنة، هذا جامع السليمانية، وهذا اللي أسفله السوق القديم. هسه يعني راح تشوفوه بالفيديو، وهذا مركز المدينة، ذاك ايضا جامع. هذا السوق القديم لمدينة أدرنة، سوق شعبي حلو كلش، في شغلات يعني حرفية وصابون وأنواع الحلقوم وحلويات. السوق كلش حلو. احنا حاليا في داخل مسجد السليمية، هذا الجامع بناء المعماري سنان الشهير، طول بناءه 9 سنين سنة 1840. حاليا داخل مسجد جامع السليماني. تمام، بس بدي نجرب مع الجامع ذي. حاليا بعدنا بمركز أدرنة، وهذا أسكي جامع. كان حلو.
هذا سراي رستم باشا اللي متحول الى فندق وكافيه، موجود بالفيديو ايضا صورناه. وهذا ايضا مركز تابع مركز ادرنا. حاليا احنا بمركز مدينة ادرنا، هذا جامع اسمه اسكي جامع، هذا المدينة القديمة خلينا نقول، هذا سراي رستم باشا الوالي مال مدينة ادرنا، حاليا محوليه الى كافيه ومكان جميل. هسه نشوفه السراي او المكان الفعلي للحاكم محولي الى كافيه، مكان للجلوس حلو. احنا حاليا في مسجد بايزيد الثاني، هو مسجد ومتحف ومستشفى. سنكمل التفاصيل في فيديوهات اخرى. هذا مشفى بايزيد الثاني، بنى القرن ال15، كان مستشفى للعيون والأمراض النفسية، بعدين تحول إلى كلية طبية، وبعدين سنة 1980 تحول إلى متحف. هذه طبعا غرف وحجرات المستشفى، كل غرفة كانت اختصاص.
هذا هو متحف العمارة اللي في مدينة أدرنة.
هذه محطة قطار في مدينة أدرنة تربط تركيا بأوروبا. هذا القطار اللي كان ينتقل من اسطنبول الى اوروبا والى بغداد. هذا جسر مرج على نهر مرج، يفصل النهر يفصل اليونان وتركيا. بنى هذا الجسر سنة 1843 زمن السلطان نجيب الأول. هذا هو جسر مرج، حاليا احنا فوقه. هذه عربات الربل ايضا موجودة في مدينة ادرنة للإيجار، طبعا هي جولة تكون بالمدينة.